بصوا يا جدعان، ده الاختراع اللي انا بقالي يومين بعمل فيه. حلو الجدل اللي زي ما انتوا شايفين اتعمل له من هنا خزنة اهي، طلع منها الخرطوم داخل على الجردل على طول من بره بره، والغطا فاضي، الغطا فاضي، تفتح كده تاخد الجمبري اللي انت عاوزه. حلو الكلام، والموتور شغال جوه اهو. تاخد الجمبري اللي انت عاوزه تفتح، تاخد الجمبري اللي انت عاوزه تقفل، وعلى والسوبر كمان عشان خاطر ما فيش حاجات ايه تخلع منه. عاوز بقى تغير ميه للجمبري، عاوز تغير ميه للجمبري، دي صفايه كل ما عليك هتميل الجردل وهو مقفول كده اهو، كل الميه اللي فاتت الصفه، وهتقوم مغطسه كل الميه اللي انت عاوزها تخش له تاني من الاخرام دي، من غير ما تتعب قلبك ولا كوب ولا برنجان ولا تفضل تشيل في غطا وتحط في غطا ولا جهاز يقع منك ولا اي حاجه من الكلام ده. الجهاز بقى معلم اهو، الجهاز يا جدعان اهو، بصوا ده الباب اهو، بص نايم جوه اهوت، وبزرعه عنب متقفله كلها بسيليكون، داخل عاشق ومعشوق في الجردل. بصوا عاشق ومعشوق اهو، زي ما انتم شايفين باظه لجوه ايه، بس انا مقفلها بسيليكون برضو مش هتعدي ميه لسه. بس كل اللي هعمله هعمل تلبس زي ده هنا اهو، حتى ادعزل للصوت ده، مجرد ما بقفل الصوت بيروح. هعمل تلبس هنا اهو بحيث ان انا اقفل بالباب ده بس، مش اكتر ولا اقل، فرد هنا وفرد هنا زي ده كده بالظبط. انما بصوا يقفل اهو، ضبه ومفتاح. انا عامله بسيليكون، عامل له سيليكون اهوت من بره كمان عشان خاطر ايه ما يخشلوش ميه، وسيليكون من كل ناحيه. بصوا الله يصلح حالك يا طارق، والله على السيليكون زي ما انتم شايفينه. اختراعات يا كوتش، اختراعات يا كوتش، اختراعات يا كوتش. بقى منه فيه الجردل، بقى منه فيه، مش محتاج اي حاجه، كل ما هو عليك يا معلم يفتح دي، حط ايدك هات الجمبرايه اقفل دي اهي، خلص الموضوع. وانت عاوز تصف ميتك ادلق قوه مقفول، ادلق الجردل على الجنب ده، جهازك في الامان، ولا يقع في ميه مقفول عليه الترباس، ولا يخش له ميه ولا اي برنجان. يلا السلام عليكم، اي خدمه يا جدعان، أي خدمة؟